بسم الله الرحمن الرحيم. أكاديمية ناصر للتنس الأرضي تحييكم. النهارده هنشتغل في حاجة مطلوبة طلبت مننا بصراحة، يعني من الأصدقاء والمحبين اللي على الفيس واللي في التعليقات، قالوا عايزين نتكلم عن مضرب التنس. طبعا مضرب التنس ده بيشكل حاجة جامدة عند اللعيب، وعند لاعب التنس مضرب التنس له أهمية كبرى. ولاعب التنس المميز بتلاقي عنده مضرب واثنين وثلاثة، وممكن يكون ده صناعة كذا وده صناعة وهكذا يعني. طبعا مضرب التنس ده من أهم الأدوات التي تستخدم للعبة، لعبة التنس الأرضي. ويجب أن يكون المضرب مناسب لقوة الذراع، يبقى لازم المضرب أن يكون مناسبا لقوة الذراع. وعموما قد كثرت أنواع المضارب، يعني المضارب في شركات كتيرة، منها شركة ويلسون وشركة بوبالاي وشركة برينس وشركة هيد وشركات كتير جدا. احنا مش هنعدد ان احنا مش بنعمل دعاية لشركات، ولكن عايزين نقول ان شركات كتير بدأت تتنافس على صناعة المضارب، واصبحت لها يعني مصانع جامدة. واول مضرب صنع من الخشب، المضرب القديم صنع من الخشب، وكان له ميزة على الذراع، لان كانت المضارب الخشب دي يعني ما كانتش تعمل عندنا حاجة اسمها تنس إلبو، ما كانتش بتعمل في الذراع اي مشاكل. وبقى ظهرت بقى المصانع المصنوعه من الالومنيوم، واللي مصنوعه من الفايبر جلاس ومن الجرافيت ومن المغنيسيوم، كذا ماده كده بدأ نصنع منها المضارب. المضرب في حاجه عندنا اسمها الهيكل. ايه هيكل المضرب؟ الهيكل يبقى شكل المضرب ده. شكل المضرب ده بنسميه احنا الفريم. الفريم اللي هو دون المحاط بالمضرب دون ده بيبقى له دور كبير جدا في المضرب. لابد ان يتحمل الاهتزاز اللي هو الفايبريشن، الضربات القويه التي تنتج من احتكاك الكور. يعني المضرب ده لما تضرب ضربات جامده جدا بيه بيبقى فيه احتكاك قوي جدا. فاذا الصناعه بتبقى تستحمل هذه الضربات والاحتكاك بتاع الكور. والحقيقة إن المضرب الخشب هو أكثر، طبعا المضرب الخشب ما عادش بتلعب بيها، بس كانت أكثر تحملا للصدمات والاهتزاز أمام غير المضارب المعدنية اللي هي بتحس بتعمل هزة. الهزة اللي بتتعمل دي إحنا بنسميها الفايبريشن، دي بنحط له مادة عبارة عن قطعة من الفايبريشن بتقلل من اهتزاز المضرب. ما زالت لها رنة، ولذلك نستخدم الفايبريشن عشان يقلل من اهتزاز المضرب. طب الخيوط المضرب، لو جبنا مضرب اخر لقينا الخيوط اللي هي الفتله اللي يصنع منها المضرب. خيوط المضرب اللي احنا بنسميها بالبلدي الفتله. الفتله ديت يجب ان تكون الخيوط مرنه وليست مشدده تماما. وهناك نوعان للخيوط، في نوع طبيعي ويضع من النوع الطبيعي ويصنع من امعاء الحيوانات بيكون جامد جدا، النوع الطبيعي ده. وفي نوع صناعي، النوع الصناعي ده متداول جدا وموجود منه كتير جدا، ومعظم المضارب بتتعمل من النوع الصناعي. وطبعا بتنحصر شده المضرب عندنا من 12 الى 30، شده المضرب بتنحصر ما بين 12 الى 30. طب لو قلنا عندي شراء المضرب اعمل ايه؟ يجب ان يتوافر المقبض اللي هو دون، يجب ان يتوافر المقبض المناسب بحجم اليد، بحجم اليد، ويكون المقاس على الذراع. يعني احنا عملنا فيديو ازاي نقيس المضرب بتاعنا على الذراع ونسويه او كده. طيب وزن المضرب، وزن المضرب للرجال بيكون 13.5 الى 14 اوقيه، وده التوصيف العالمي للمضارب، من 13.5 ل 14 بالنسبه للرجال. طب بالنسبه للسيدات، بالنسبه للسيدات من 12 الى 13.5، ده سيدات. طب بالنسبه للطفل الصغير، بالنسبه للطفل الصغير من 9 ل 11 اوقيه. حد يسالني يقول لي اوقيه، الاوقيه دي كان موزون عليه اول ما بدانا الاتحادات تحدد قوه صلابه المضرب بالنسبه للمقاسات للطفل او الست، كان بالاوزان الامريكيه زي الرطل والاوقيه وكده. اذا المضرب ليه مهم جدا، وفي اختياره مهم جدا في لعب وخاصه الاطفال عشان ما يعملش تنس البو، بيبقى ليه وزن وليه طريقه لازم حينما نشتريه يكون ليه مواصفات معينه. شكرا والى اللقاء في فيديو اخر.